اشهد الله انا احبك والمحبه هي ما دريت صار فيني حسي بي الله يهداك وشي ذنبي انا اسهر وانتي عيونك تنام هذا حظي دوم تعثر هذه ما فيها كلام وشي ذنبي انا اسهر وانتي عيونك تنام هذا حظي دوم تعثر هذه ما فيها كلام. الله طبعا ما يكتمل الخميس إلا بالفن والسلطنة مثل ما عودناكم كل أسبوع في ساعة شباب. ضيفنا اليوم فضل أنه يدخل المجال الفني وهو متمكن واستطاع تقديم نفسه عن طريق الحفلات الخاصة وظهر بشكل متميز جدا فيها. اسمحوا لي أرحب بي ضيفنا الفنان أحمد السمراني. هلا وسهلا أحمد، منورنا. نورك والله، ما شاء الله تبارك الله، جد الصوت وجد الإبداع. من ذوقك والله. طب متى كانت البداية الفنية الفعلية لك ودخولك لهذا المجال؟ والله شوفي، هو من البداية يعني الواحد من وانا صغير طبعا هي تكون موهبة أو الناس تنمي موهبتها بأي شكل من الأشكال. بس أنا تقريبا من 2012-13 بدأت يعني أشوف نفسي كويس، بس ما تجرأت أني أخش أي مجال. لازم لما أتمكن يعني بدأت تقريبا 2015-16 كذا، الناس عرفتني وصاروا يشجعوني وصرت أطلع حفلات وزي كذا. وبعدين بس حبيت أتمكن مرة مضبوط عشان أقدر أنزل شيء حلو في السوق. حلو. فبدأت من 2018-2019 أول سنجل لي. ما شاء الله تبارك الله. طب كيف تشوف مجال الحفلات الخاصة والمناسبات وأيضا الغناء في المقاهي وخصوصا مع وجود المنافسة الكبيرة في مجال الشباب؟ مضبوط صحيح. والله شوف، هو المجال صعب، ما هو سهل يعني. الواحد لازم يخطو خطوات مرسومة، ما يخش عشوائي أبدا. يعني في أي مجال لازم يخش هو عارف إيش بيسوي. يعني الحمد لله أنا تقريبا يعتبر دارس موسيقى، أمور جميل كثير سويتها يعني عشان أعرف أغني كويس. وبس الحمد لله ربي وفقني في كذا ما شاء الله تبارك الله. طب يعني فترة قصيرة من بداية دخولك الفعلية للمجال الفني اشتغلت على عدد من السناقل الخاصة فيك، وهذا شيء صراحة أنا أشوفه حلو لأي فنان أنه يكون له أغاني خاصة فيه، فكلمنا عنها أكثر. بدأت 2018-19 قلت أجرب كيف السناقل، كيف جوها غير الحفلات والحفلات، ونزلت أغنية اسمها جرحك الأول. لما شفت أقبال الجمهور عليها كثير وحلو وانعجبوا في صوتي وحمسوني وشجعوني، جاني فانز كثير ما توقعت صراحة. يعني الواحد تعرف في بداياته يكون شوية متردد يعني. الحمد لله. ونزلت بعد على طول 2020 نزلت وش ذنبي، ضربت كثير وشجعت تحمس، خلاص المجال صار مفتوح عندي. بعدها نزلت جد سليمة، ممكن هي اللي حطمت السوق شوية يعني كذا. أنا صرت أوثق في الله ثم في نفسي أكثر يعني. ما شاء الله. أيوه. وبعدها نزلت أغنية حزينة لشعب معين أو فئة معينة من الناس الكبارية كذا، أغنية حزينة شاركت فيها مع حبايبي الموزعين والعزيفة، منهم الأخ عبادي هذا اللي موجود جنبنا حبيبنا. أكيد. أيوه. يعني أنا ما استغنى عنه، ولد شاطر ويفهم كثير ما شاء الله. طبعا. فتعرف الناس اللي بتمشي معاهم في المجال الفني يعطوك أكثر من كنت تعطيهم. فهذا شيء حلو يعني. جميل. طب ايش رايك يا احمد، اليوم خميس نبي نسلطن، فاتها معنا اغنيه، ايش راح تغني لنا؟ والله في اغاني كثير بس ابغى اغني وطن عمري. الله، انا تعجبني. الله، يعني انت جيت على الجرح، شكل عبادي مغششك. لا لا والله لا لا لا، قول الصدق، عبادي مغششك. هو غششني بس هي اصلا اغنيتي ما هو يعرف مشتريها من الفنان الرسمي. ما شاء الله. طب يلا تفضل المايك ونسمع. أبد ما انشغل عني، أنا مشغول عنك فيك، أبي أرضيك وترضيك، وأنا لا أدري شلون أرضيك، تبي أكثر أنا بعطي، تبي عمري إذا يرضي، إذا كل عمري وحلاني وأيامي أفكر فيه،
تعال نسابق الدنيا نسافر والفرح معنا بدون الحب وعيونك حياتي ما لها معنى خيالك يرسم البسمة على شفايي وياخذني لآخر رمضان الكون خيالك يرسم البسمة على شفايي وياخذني إلى آخر مدى في الكون وطن عمري غلاك وطرفك الساهي وإذا ناديت لكي أمي أموت بطرفك الساهي وإذا ناديت لكي أمي أحبك أنا أحبك أحبك لا لا تقول شلون. الله الله عليك يا أحمد، يعني ما أعرف أنا الآن في قمة سعادتي صراحة ومتسلطنة على الآخر. طب جاء في بالي سؤال بسألك إياه، هل كانت لك مشاركات في مواسم أو مناسبات في المملكة ولا لا؟ شوفي بس للأمانة في بدايات الأغنية منزل جرحك الأول وجذنبي ما كان عندي يعني لا من وزارة الثقافة ولا إعلام، يعني رغم إني أنا يعني على الأقل أوريدي يعني في اليوتيوب يعرفوا الناس بتتابع يعني بس ما حد كلمني في أي عروض من عروض المسارح ولا أي حاجة. فسكت واشتغلت برفع نفسي، لكن حلو. إن شاء الله الموسم هذا إن شاء الله عندي في الرياض عندي كذا، هذا شيء فرحني وإن شاء الله إني أقدم شيء حلو للناس إن شاء الله بإذن الله. كلنا أكيدين واثقين إن الناس راح تنبسط كثير في موسم الرياض. طيب ما أبغى صراحة أنا أسأل اليوم، فش رأيك تغني لنا بعد أغنية؟ اليوم مطولين على فكرة، فش راح تغني لنا؟ بغني لك أغنية حلوة تعجبني. أوكي. تقول أنا وش ذنبي أحبك كثير، يعني في بعض الأغاني تعرف ما تقدر تنسيها. أنا وش ذنبي يا هلي صاحبي زعلان، أنا وش ذنبي لان زعل ما يكلمني، يقولوا كلام الناس فيني وفيك يا فلان، سبب علي إحراج توه يعلمني، يقولوا كلام الناس فيني وفيك يا فلان، سبب علي إحراج توه يعلمني، سبب علي إحراج عبدي توه يعلمني. أنا وش ذنبي يا هلي صاحبي زعلان، أنا وش ذنبي لك زعل ما يكلمني، أنا وش أسوي يا هلي صاحبي زعلان، أنا وش ذنبي لك زعل ما يكلمني. الله الله. أنا وش ذنبي زعل ما يكلمني فعلا، ليش ما يكلمني انا؟ مات عجوز تعرف وش السبب. الله يسعدك اي والله. طيب ما شاء الله تبارك الله احمد تملك خامة صوت وبحة جميلة جدا، فابغى اعرف ايش اقرب الالوان الغنائية اللي تحب دائما انك تغنيها؟ شوفي انا تعودت على الطرب من زمان يعني من صغير، يعني احب اغني طربي اكثر من الفرايح يعني، بس لا الان خلاص صرت اي شيء يعني الحمد لله، يعني حتى احس الحزين اي ممكن اللي فيه جرح اكثر الناس اللي رحنا حق الموسيقى يقولوا أيه صوتك حزين أيه خليك على المود هذا، بس انا ما اتعمد والله هو بالصدفه يعني من الله كذا، لكن انا برضي احاول اني اغني اغاني فرحيه وكذا يعني تعرفي جو السنجل يختلف عن الزواجات عن الجلسات الخاصه. أيه طبعا أيه اكيد الحمد لله صرت اجيب الناس في المناسبات والزواجات أيه تحتاج الاغاني الفرحيه أيوة اكثر السريع الواحد يبغى يفرح وكذا، لكن في السنجل حقا اعتمدت يكون
هذا مو خاص فيني صراحة. جميل جدا. طيب من بدايتك وحتى الآن في هذا المجال وش أكثر الصعوبات اللي واجهتها؟ شوف هي مش حكاية صعوبات بس الدعم كان ضعيف يعني لناس يعني حتى ممكن أقل من مستواك أو أعلى عادي يعني بس الدعم كان ضعيف. وتعرف الواحد لما ينتج لنفسه فتحسي شوية يتبهذل يسافر من مدينة لمدينة غير كذا. وانا اساسا يعني ملحن بلحن كل اغنية ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. فدرست اصلا بعد الموسيقى كنت ادرس تلحين وهذا اللي فادني صراحه في السناجل حقي يعني عرفت خامه صوتي واعرف كيف اديها بشكل حلو. حلو ما بتخسر كثير خلاص انت بتلحن ما اخسر كثير عشان ايوه يعني تكون حلوه يعني انه الواحد اقلها مش يوفر لا يعني يعرف يشتغل على العمل ويديه المبلغ اللي يستاهله يعني. بالضبط. صراحة إن أحمد نورتنا وشرفتنا اليوم وسلطنتنا ونتمنى لك التوفيق في موسم الرياض بإذن الله رب. وبانتظار القادم بإذن الله من الأغاني الخاصة فيك. شكرا لك ويعطيك العافية. أكيد رح نختم معك بأغنية في حلقة الخميس فأترككم تجهزونها. إلى أن أودع مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم إلى ختام الحلقة بإذن الله. نشوفكم الأحد القادم وبالتأكيد أتمنى لكم ويكند سعيد. أقول لكم فمان الله. أترككم مع آخر أغنية بصوت الفنان أحمد السمراني. أحمد الله جد سليما فك من ندى ومرى الخسائر معظيمة كلها شوية جرا حكمة قالوها قديما ظني تتهون عذاب رب خير لم تنله كان شرا لو أتان كان يبين من البداية إن جبار وأناني شي طبيعي في النهاية أنت وحدك من يعاني خيرة صدقني يا قلبي كل شي صاير معاك بي حد لشي تعشم شوف خلاك والله ونساء جبار وأناني شي طبيعي بالنهاية يا أحمد وحدك.